السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني تولك. في هذه الحلقه غادي نستضيفوا السيد مصباح حسن، رئيس جمعيه البوراق بمدينه مالين البلجيكيه الفلامانيه او ميخلين، رئيس مسجد البوراق كما قلت، لان المشكل يتعلق بالعيد الاضحى اللي غادي نعرفوا هاد السنه في بلجيكا، واللي غادي ترتب عليه مجموعه ديال المشاكل اللي كنعيشوها تقريبا كل سنه هنايا في بلجيكا، واللي كتعيشها الجاليه المسلمه معنا، بغات تكون مغربيه ولا تركيه الى اخره. كل سنه كنعرفوا مشكل من كيجي عيد الاضحى، لا سواء في الاماكن ديال الذبيح، لا سواء في شراء الاضحيه ديال العيد، في الغلاء ديال الاضحيه، في التضييق ديال الشرطه او ديال الجماعات المحليه ولا البلديات على المسلمين اللي بغوا يعيدوا، كيفرضوا عليهم شروط كبيره وقاسيه بزاف. وهذا العام البلديه ديال مالين والبلديه ديال اونفيرس في الجهه الفلامانيه بلجيكا زادت فرضت على الجاليه المسلمه واحد الضريبه جديده اللي ما كانتش من قبل، واحد الضريبه اللي ما كانش خصها تكون. يعني كاين واحد بحال كما نقولوا ديسكريميناسيون اللي كتقيس، او واحد الميز اللي كيقيس الجاليه المسلمه في هذه الاضحيه ديال العيد. هذه المشاكل كامله غادي نناقشوها مع السي مصباح حسن. وسي مصباح، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتم رئيس ديال مسجد البوراق في مالين، انا يحصل لي الشرف انني نستضيفكم في هذا البرنامج، لان في اول مره واحد الجماعه ديال المسلمين بلجيكيين خاصة من أصل المغربي، أول مرة في التاريخ ديال بلجيكا نشوفوا شوية ديال المسلمين اللي بحال يديروا بين قوسين المقاومة، مشاو يواجهوا واحد الضريبة اللي فرضتها البلدية عليهم بدون شرعية. غادي تفسر لنا هذا الشيء كلشي السي مصباح، وأنا يعني فخور بكم، لأن الناس كيقولوا الجالية الأولى ما دارت والو، الجاليه الاولى مساكين دائما كيقولوا كيسموهم لي بيني وي كيخافوا من السلطه دائما، وي مسيو. ولكن انتم برهنتوا انتم وغيركم الشباب في مالين ومشايخ في مالين من الجاليه المسلمه، برهنتوا لاول مره بانكم مستعدين وقادرين تقولوا لا للسلطه الا شفتوا بان ما كاين ظلم. البلديه ديال مالين فرضت عليكم واحد الضريبه في هذه الاضحيه ديال العيد، غادي تتفهم الناس مصباحي تبدلنا بالاول وشنو وقع، وغادي نناقشوا معك هذا الشيء اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء يعني كنشكر البرنامج ديالكم اللي استضفنا في هذه الساعه هذه. المشكل كيفاش بدا يعني بواحد الطريقه اللي ما قدرناش نفهموها، لان بدا يعني الامور الشعائر الدينيه ديالنا رجعوا كيدخلوا فيها امور سياسيه، اللي هي دائما كل سنه دابا هذه سنوات بعد ما كيدوز عيد الاضحى كيكون واحد التقويم ديال العيد اللي فات مع المجلس البلدي وفي الحوار، شنو هو الايجابيات والسلبيات، شنو غيكون العام المقبل. من بعد ما دازت الانتخابات ديال السنه الماضيه، وكتعرفوا السنه الماضيه ملي طلعت كاين الحزب اللي هو شويه يعني فرض علينا عده اشياء يعني اول مره اللي تفاجئنا بها. انا نقولها الانفيه. نعم يعني فحال داك الشيء. المهم بعد ما اتصلنا بالمجلس البلدي كيفاش ما بقاوش كيتصلوا بنا ولا يعني يشوفوا الاراء ديالنا فيما يخص العيد. شهر 3 داز، شهر 4، شهر 5، شهر 6 اتصلنا بهم حنا يعني كجوج المساجد اللي كاينين في المنطقه، اللي هما اكبر مساجد اللي هما تقريبا على صعيد اونفيرس، اللي هما تقريبا مدينه مالين كتحوي 15000 مسلم، اللي هي فيها 80000 ديال السكان، هذا راه واحد الوزن كبير بالنسبه للجاليه اللي عايشه تما، واغلبيه ديالهم 95% او اكثر كلهم مغاربه تقريبا. الاخر هاد الضريبه اللي فرضوا علينا يعني ديال 15 يورو تفاجئنا بها ملي مشينا باش معليش فان اللي هو من الحزب هذا ديال ايفيا اللي اتصلنا به، قلنا له كيفاش غادي تكون الامور ديال العيد؟ قال لك الامور عاديه، غادي تذبحوا عند الفلاحه، كل فلاح عطاوه رخصه باش غادي ينظم اماكن ديال الذبح، لكن كاينه واحد الضريبه تفرضت علينا ديال 15 يورو على كل اضحيه، يعني هذه ما عندها علاقه لا على مكان الذبح ولا على هذه خاصه، قال لك دخلناها في الميزانيه ديال المجلس البلدي لان عندهم واحد النقص في الميزانيه، عندهم ازمه وبهذه الطريقه هذه. وحنا الجواب اللي جاوبناهم قلنا واش الازمه غير على المسلمين او حتى على غير المسلمين، لان اذا كانت مفروضه على جميع الاديان
هذا الشيء هذا، لان حتى هما يعني مثلا العيد اللي عندهم ديال 25 ديسمبر ديال الشجره لارب دو نويل وداك الشيء ديال الداند وداك الشيء، واش حتى هما مفروض عليهم ولا غير علينا؟ قال لك لا، هذا الشيء موضوع اخر. يعني شفنا بان هذا التدخل في الشعائر الدينيه ديالنا، رفضنا هاد 15 اورو، ولكن الصحافه من كتبت بداو كيقولوا بان راه ما بغاوش يذبحوا لان كاين 15 اورو، لان المشكل حنا ماشي ديال 15 اورو، حنا المشكل ديال المبادئ ديالنا الدينيه، خصنا ندافعوا عليها ونعطيونا حقنا، لان عيينا هذه سنوات 30 سنه ولا اكثر وحنا كنعيشوا بالتكرفيس، لان الاضحيه ديال العيد كنعيدوا حنا هنايا ماشي بحال اللي كنعيدوا في المغرب، المغرب كنستناو ذاك العيد بواحد الفرحه، يعني الناس مع الاولاد ديالو كيستنى ذاك العيد، ولكن هنا العكس، ملي كيوصل العيد كيبقى الانسان كيستناه بالخوف، كيستنى بالخوف كيفاش غادي نشري ومنين غادي نشري وفين غادي نذبح، يعني الانسان كيجيب الحولي وعندك الشتوني البوليس في الطريق وغادي نخلص ضريبه الى اخره. ايه الناس كيبقاو كيعيدوا هذا العيد بالخوف، يعني اذا كان انا حتى كنشوف، يعني اذا كان حتى شرعا انا كنشوف كيفاش يعني الانسان اللي غادي يعيد بالخوف، واش ممكن يعيد بالخوف، واش يجوز ولا لا يجوز؟ هذا المساله ديال العلماء خصهم يفتيو لنا فيها، لان الانسان اللي كيعيد كيبقى حتى السبعة العشيه عند الفلاح مكرفص ويجيب ديك الاحضيه ديالو عند الاولاد وما كيجلسش مع اولاده، يعني بواحد تكرفيس كبير، هذا كنشوفه انا ماشي عيد، يعني المستقبل ديالنا ديال اللي كنشوفوا له ديال ولادنا ولاد ولادنا. هادشي غادي نناقشوا من بعد السي مصباح. دابا هاد نحاول نلخص، اول مره هاد لي شفان ديال في لاكومين ديال مالين كيفرض عليكم واحد الضريبه ديال 15 اورو ما عندها حتى شي علاقه بشي خدمه اللي كتقدمها البلديه، كيقول لك اللي غادي يعيد وغادي يذبح عند الفلاح خصو ضروري يخلص 15 اورو للبلديه. ومن قلتو علاش؟ قال لك لان عندنا ازمه اقتصاديه وعندنا ازمه ماليه، وشفنا بان ما غادي نفرضوا عليكم هذه الضريبه ديال، يعني هما مناسبه لهم يجمعوا الفلوس للبلديه بلا ما يقدموا مقابل لهذه الجاليه المسلمه. فعلا، لان حنا قلنا له يعني اذا كانت غادي تفرض علينا ماشي مشكل، نخلصوا حتى 50 اورو ماشي مشكل، ولكن عطينا الاماكن ديالنا اللي تليق بالمسلمين، لان حتى الاماكن اللي كندبحوا عند الفلاح الا تجي تشوف على القانون اللي كينص عليه القانون البلجيكي فيما يخص القانون المكان الذابح في الامن وفي النظافه وداك الشيء، ما موفرش عند حتى 1% ما موفر عند الفلاح من هذه الشروط هذه، ولكن قلنا لهم عطيونا البديل، عطيونا اما نذبحوا في الديور ديالنا، ديرونا لي كونتينر على برا يعني ديرونا لي كونتينر، عطيونا لي زاباتوار نذبحوا فيهم ونخلصوكم، ماشي مشكل. ماشي مشكل، القضيه ما كتعلقش بالعيد، لان بالماده، لان كاين حنا الحمد لله المغاربه ديالنا العيد كيوصل كيشريه باي ثمن، ولو الفلاحه كيغتنموا ذاك الفرصه كل سنه كيدوبليو الاثمنه ديال العيد، وتزيد تخلص عنده مكان ديال 35 اورو وتزيد 15 اورو، يعني هذه الاضحيه كتوصل لك 350 اورو. يعني هذه مناسبه الناس كيديروا لاباس على ولا كيديروا الفلوس على ظهر الجاليه المسلمه في هذه المناسبه ديال عيد الاضحى، بغوا يكونوا فلاحه ولا بلديه. فعلا فعلا، لان دابا هما قالوا يعني هذا العيد ديالهم اللي لابد ما غادي يضحوا كاملين، غنفرضوا عليهم هذا الكنزور. يعني كما فهمت غادي تعيدوا وغادي تخلصوا. فعلا. ولكن انتم هذه المره خرجتوا بشي حاجه اللي استثنائيه اول مره نسمع عليها، وهو انكم هددتوا الاخر البلديه، قلت لهم حنا هذا العام ما غاديش نعيدوا الا سدتوا علينا هذا. فعلا حنا ما نسميوهاش تهديد، ولكن نسميوها يعني طلب بالحقوق، الحقوق ديالنا، لان هذا حقوق من حقنا، لان مادام بلجيكا معترفه بالاديان كلها خص كل دين تعطي حقه، وما كاينش ما خصهاش يكون اذا كان تدخل في الدين ديالنا يكون حتى في الاديان الاخرى، ماشي واحد الدين يعني يكون الاخر، لان الحمد لله حنا عايشين معاهم هنا وعايشين ولادنا معاهم، خص يعني يكون واحد بحال نعطي كمواطنين نعطي واحد المثل بسيط، واحد المثل بسيط، يعني مثلا انا هذا ذكرته لهذا الاشفان هذا، قلتها له انا في المكتب ديالو، يعني كيف عندنا المسيحيين كيعيشوا في المغرب، عندنا الكنائس في المغرب 99 كنيسه وما عرفتش شحال شي 40 ولا ديال السيناغو، واش في المغرب الحمد لله كواحد البلد ديال التسامح ديال 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 كيعطي الحقوق للاديان كلها، عندهم يعني العيد ديال 25 ديسمبر في المغرب كنلقاو في المغرب في الرباط في الدار البيضاء في كل المدن كتلقى البابا نويل بداك الكسوه ديالو، المغاربه ديالنا كيفرحوا كيعيشوا معاهم، علاش ما دير مثلا دير نفرض بلديه الرباط ولا ديال الدار البيضاء تفرض واحد 50 درهم على كل. هذا المثال المهم اللي عطيتو، قلت لهم في بلجيكا مثلا ملي كديروا نويل والبلجيكيين اللي كيعتنقوا الديانه المسيحيه ولا اللي كيحتفلوا بهذاك نويل كيجيبوا الشجره، مين كيسالي كيخرجوا هذيك الشجره عند الباب وكتجي البلديه بالكاميونات ديالها كيجمعوا، يعني البلديه كتخسر الفلوس باش تجمع هذوك الاشجار ديال نويل وما كتطلبش ضريبه لهاد البلاشكا اللي كيحتفلوا بنويل، وانتم بلا ما البلديه دير لكم حتى شي حاجه مطالبكم بواحد الضريبه ديال 15 اورو. هذا هو هذا، يعني كنشوفوا انا يعني واحد النوع من العنصريه
في 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 يعني واحد التناقض عندهم. كيقول لك كنعترفوا حنا يعني الحمد لله عندنا المدينه ديال مالين، كان عندنا سنوات مع المجلس البلدي عندنا كنتعاملوا معاهم بواحد الطريقه، يعني الحوار دائما كنتفاهموا معاهم في جميع المسائل، ولكن غير من الانتخابات اللي دازوا لهذا العام يعني تغيرت الامور. رئيس البلديه هو السيد بارت سومرس. بارت سومرس اي هو كان سابقا في يعني مده دابا يعني عنده المره الثالثه اللي هو دابا البورميستر، وكانت عندنا علاقه معاه طيبه. وشنو درتوا دابا؟ خديتوا القرار مشيتوا هضرتوا مع البلديه وشنو درتوا يعني الطرق ديال الاحتجاج؟ هما يعني كانوا واحد النقطه اخرى كانوا ضافوها لهذه القضيه هي امور ديال التدويخ باش يدوخوا الاضحيه عاد باش تذبحها، وكانت عندهم باش يناقشوها في الدوره اللي فاتت ديال يعني اليوم كل يوم الثلاثاء الاخير في الشهر كيكون عندهم الدوره. حنا اش درنا في المساجد بجوج وبعد الجاليه الجمعيه الجاليه المسلمه في هذه المدينه جمعنا الامضاءات، الامضاءات اللي هي جمعنا شي 1500 اللي ديناها في يدنا، ولكن من بعد تزادت اللي وصلنا حتى ل 5000 ديال 5000 ديال الامضاءات اللي من الجاليه، وهذا الحمد لله من العائلات كل عائله مضى باسم العائله ديالو. هاد الامضاءات خديناهم ديناهم للمجلس ودخلنا للمجلس وحضرنا معاهم في الدوره ديال المجلس، دينا مع هاد الامضاءات تم تفاجؤوا يعني بهذا الحضور ديالنا، وعرفوا بان الحمد لله كلمة ديالنا موحده، واعتذر البارت سومرس امام نام الصحافه البورميستر اعتذر وطلب الاعتذار من المسلمين، قال لك اول مره يعني عمده ديال واحد المدينه على صعيد بلجيكا وممكن على اوروبا كامله اللي كيعتذر للمسلمين بان خطاوا معنا وما كانش خصهم كانوا يتحاوروا معنا من البدايه، خصهم يستشرونا في هذه الامور اللي كيتاخذوها بدون استشاره ديالنا، لان العائل ديالنا كيتعلق بنا حنا ما كيتعلق بشي حد اخر. اعتذروا، هذا الاعتذار كان مكسب لنا بزاف، لان اولا عهدنا عطى عهود وهي كاينه في الجرائد في جميع الجرائد الفلامنكيه كتبت عليها بان هو عهدنا من دابا سنتين غادي تكون عندنا مجزره اسلاميه خاصه بنا يعني المسلمين، وناقشوا حتى الموضوع في المجلس الموضوع ديال التدويخ اللي هما يعني رفضوه جميع الاحزاب، لان علاش الوجود ديالنا كان الحمد لله قوي وبالامضاءات، قال لك هذا الشيء كيرجع في دير لنا كتاخذ فيه القرار الفيدرالي يعني الحكومه الفيدراليه في ماشي الصحه ماشي البلديه، هذاك الشيء ماشي البلديه. والحمد لله دابا الجامعه يعني الجاليه المسلمه بهذه المنطقه بقات على يعني اعتذر ولكن ما سحبش القرار ديال ما سحبش القرار ديال الضريبه، ولكن بالنسبه لكم ديجا شي حاجه من اعتذر لكم. لا هذا هو، ولكن هذا الشيء بفضل الاتحاد ديالكم بفضل كيقولوا لا موبيليزاسيون. مع الاسف الشديد حنا كنا بغينا باش يعني خص يعني لا فلندر كامله اولا بلجيكا كامله خصها تكون بنفس الموقف، لان بزاف الناس كيقولوا بان القضيه كتعلق بكنزورو ولا القضيه كتعلق ماديه، وانما كتعلق بالمبادئ ديالنا الاسلاميه خصها تدوز في الظروف اللي هي كتلائم المسلم، بحال مثلا في السنوات اللي ان شاء الله من دابا 15 20 سنه الحفده ديالنا والاولاد ديالنا واش غادي يهز البرويطه ويمشي للفلاح ويذبح ويتكرفص؟ ما غاديش، لان هذه السنه غادي تمشي غادي تنقرض بهذه الطريقه هذه. حنا هاد اللي درنا ماشي وقفنا هاد يعني، وانما بالعكس حنا وحدنا باش ديك السنه يعني نخليوها للحفده ديالنا في ظروف اللي هي كتكون كتلائم المسلمين، لان انا بغيت ولدي في المستقبل ولا الحفيد ديالي يبقى يذبح بطريقه يعني تسهل لي الامور دابا، تسهل الامور دابا كتخدم للمستقبل ديال المستقبل الحفاد ديالك وباش تدوم هذه السنه الاسلاميه. نعم هذا يعني ما بقاش كما يقولوا ما بقاتش في 15 اورو. نعم هذا هو الهدف. انتم كتشوفوا بحال الميز العنصري كيطبقوا عليكم شي حاجه اللي ما كيطبقوهاش على اخرين، كيطبقوا عليكم شي حاجه بلا مقابل، يعني هكا عطينا خمسه بحال اللي صحه غادي تذبح 15 اورو، علاش ما نعرفت؟ لان عندنا ازمه حنا في البلديه حنا غادي نخلصوها عليكم. انا قلت يعني هذا المشكل حتى في اونفيرس، الناس في اونفيرس مثلا شنو الجاليه المسلمه شنو دارت؟ شفنا الناس ديال مالين الان الحمد لله اول مره كنشوف شي مسلمين في هذه البلاد كيتوحدوا كيقول لك اسيدي حنا مستعدين ما نعيدوش، هذه راه ظاهره ما عمرو شتي حاجه بحالكم، راه تبارك الله عليكم. وكنا كاملين كنديروا هكاك ورحنا مشينا بعيد وهذه الجاليه مشات بعيد وانتزعت الحقوق ديالها بهذا الاتحاد، لان الاتحاد قوه، ولكن في اونفيرس شنو واقع؟ مع الاسف الشديد في اونفيرس كاين واحد الانقسام، كاين بعض المساجد اللي علنت يعني بانهم ينضمنوا معنا، وكاين بعض المساجد اللي قالت لا خصنا هذا الشيء عاد السنه هذه ما خصناش نفرطوا فيها خصنا ولو باي ثمن. ولكن دابا هذا الانقسام اللي وقع هذا هو المشكل اللي حنا لاول مره يعني في التاريخ ديالنا هنا باش
جات لنا واحد الفرصه يعني باش نتحدوا يعني باش نضمنوا الحقوق ديالنا والشعائر ديالنا الدينيه تدوز في على ظروف حسنه للاجيال المقبله. لكن كتلقى يعني ناس يعني ما شاء الله اللهم اغفر لنا ولهم اللي كيقولوا يعني دوروا لا خصكم ديروا. كاين كتعرف كاين الناس ما كيفهموش في الامور الدينيه ولا حتى شي حاجه. وكاين اللي خدام مع السياسيين. اي هذا هو الحزب السياسي عندها الناس ديالها كيجيو لا كوميونيتي ويبداو. احنا نفس الشيء مثلا يوم الجمعه في المجلس البلدي ديال مدينه مالين كان كيوزع يعني الاوراق على الديور على الحوانت بان راه العيد كاين وخصكم تعيدوا. المجلس البلدي يعني صفت الموظفين ديالو كيوزعوا. ولكن الحمد لله فين ما صفتوا ديك الاوراق ترفضوها. انا زعما انا نقول لك السم الصباحي زعما ما نجمكش. اول مره كنشوف واحد الجاليه مسلمه كتحد وكتواجه السلطه وكتقول واخا زعما العيد سنه ولكن يعني احنا نمارسوا السنه ولكن ماشي بالضغط ماشي بالميز ماشي بالتبهديل ماشي بالتكرفيس ماشي بالخوف. نعم وماشي بالخوف يعني. وانتم تقولوا الا ما عيدناش هذا العام راه في مصلحه العيد راه في مصلحه الجاليه ومصلحه الاولاد ديالكم. للاسف الناس مثلا في اونفيرس ولا كما قلت في مدن اخرى ديال بلجيكا ما اتحدوش معكم. لنفرض السي مصباحي ان الجاليه المسلمه في هذه البلاد كامله توحدت على كلمه وقالت احنا ما نعيدوش الا ما عطيتوناش الحقوق ديالنا، شنو هما الانعكاسات؟ راني سمعت بان واخا انتم غير في مالين مدينه صغيره الفلاحه بداوا كيترعدوا لان شافوا الحواله اللي شراوهم هذه عام هما كيوكلوا فيهم باش يبيعوهم لكم بواحد الثمن خيالي دابا بقاو لهم في الستوك. لان احنا باش نرجع شويه لواحد النقطه اللي كانت في البدايه باش ودا السبب النائب اللي هو اللي فرض علينا هذا المجلس البلدي واتفقوا عليها في شهر 3 وخذوا القرار بدون الاستشاره ديالنا ديال هذا الشيء هذا يعني فاجأنا. حتى احنا فاجأناه كيما فاجأنا هو لان احنا ما سمعنا ذاك القرار اتفقنا بان احنا ما غاديش يعني نديروا هاد الانقطاع على 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 شراء الاضاحي. نستناو حتى يدوز عيد الفطر. استنينا حتى الفلاحه شراو يعني الاضاحي ديالهم واستثمروا في هاد الاخر وحنا عاد درنا الاعلان ما درناش من البدايه. لان علاش خصنا بالفلاحه هما اللي رجعوا كيدافعوا. وليتوا كديروا استراتيجيه السي تبارك الله عليكم. حتى هما الفلاحه رجعوا كيدافعوا علينا. وفعلا احنا مع الاسف كانت تاسفوا الاغلبيه ديالهم فلامانيين كلهم كانت تاسفوا لهم مع الاسف يعني ممكن تكون عندهم خساره ولكن انا كنظن البلديه لابد غادي تعوض لهم الخساره ديالهم لانهم ما يقدروش يدوزوهم غيتعوض لهم الخساره ديالهم. ولكن الفلاحه فاجئونا فاش اجتمعنا معاهم في المجلس البلدي مع العمده ديال المدينه والزيشفان اللي مسؤولين على هذا الموضوع هذا اللي فاجئونا هما كيقولوا بان البلديه كتعطيهم 13 اورو على كل اضحيه. هذه تفاجئنا بها. يعني كل اضحيه كل حولي كيبيعوا الفلاح كياخذ عليه 13 اورو مساعده من المجلس البلدي. اييه يعني هذه يعني اللي ما فهمناهاش. وحنا خصنا نخلصوا 15 اورو الور سافي دير داك 15 اورو ديال اللي غادي نخلصوا حنا غيهزوا 13 اورو 13 اورو غيعطيوها للفلاح على كل اضحيه باعها. زائد 35 اورو زائد الذبيحه عند الفلاح. زائد فعلا زائد 35 اورو غادي نخلصوها عند الفلاح ديال مكان الذبيحه هذه. بليز كتخلص الاضحيه ديالك بالاثمنه اللي بغاها هو لان الاثمنه اللي كتكون في العيد ماشي هي الاثمنه اللي كتكون في الايام العاديه يعني. وهذا هذه المسائل هذه خص الانسان يفهمها اي واحد. قلت لي وحنا نوجدوا البرامج بانما هذه الفلاحه قالوا للبلديه احنا مستعدين نتنازلوا على 13 اورو اللي كتعطيها لهم البلديه باش البلديه تتنازل على هاد 15 اورو. ساعة البلديه رفضت. هذا هو الموضوع لان دابا الفلاحه رجعوا كيطالبوا من المجلس البلدي كيقولوا حنا غادي نتخلاو على ديك 13 اورو اللي كتعطيو لنا غنتخلاو عليها بشرط هاد الناس خصهم يضحيوا هاد السنه. ها هما كيدافعوا علينا باش يعني كيفرضوا علينا باش نضحيوا لان من اجل باش يتخلاو هما على ديك 13 اورو. شنو قالت لهم البلديه؟ المجلس البلدي كيرفض كيقول لهم لا خصهم هما يخلصوا 15 اورو وانتم خصكم تاخذوا ديك 15 13 اورو على كل اضحيه. يعني هذه اللي ما بغيناش تفهمنا. هذا الشيء التعامل جاء لنا كانه يعني لان علاش الاسباب معروفه لان عارفين فينا التفرقه احنا عرفونا مفرقين وعرفوا بان الاحزاب السياسيه كل حزب سياسي عندنا في المدينه والا فيه واحد مغربي كيجيب لهم الاصوات. انا ما نقولش مغربي نقولوا بلجيكي من اصل مغربي. المهم لان اغلبيه هاد السياسيين من اصل مسلم ولا من اصل مغربي ولا المهم على اي نوع بلجيكيين عندهم يعني قريبين لكم
واش لقيتهم لجنبكم في هذه المرحله؟ استشرنا معهم في الموضوع، قلنا لهم يعني خصكم تخرجوا بشي تصريحات في الصحافه او شي حاجه باش تعاونوا في هذا الموضوع. ما بغاوش ترفضوا الكلام، حتى واحد ما بغى يتكلم. علاش؟ حتى ما عرفناش يعني، تما كاين علامه الاستفهام، ما عرفناش واش عليهم ضغوط واش كذا، حتى واحد ما بغى يتكلم. كاين ليكزيكوتيف دي ميزيلمون دو بلجيكا ولا الهيئه التنفيذيه ديال المسلمين ديال بلجيكا، وكاين المجلس العلمي المجلس الاوروبي للعلماء المغاربه، تناقشتوا معهم على هذا المشكل؟ إيه مؤخرا تناقشنا معهم، قال لك يعني علاش ما استشرتوش معنا ولا كذا، ولكن احنا يعني شفنا الامور ما عندهاش علاقه مع الامور يعني ديال ديال يعني ديال الفتوى ولا شي حاجه باش تقول يعني يجوز هذا الشيء اللي كنديروا ولا ما كنديروش. يعني هذه المساله عندها علاقه مع السياسه، مساله سياسيه، يعني البلديه فرضت علينا بعض المسائل، وواحد المسائل اللي هي احنا كنرفضوها يعني كنا يعني من اجل تحقيق ديك السنه في المستقبل تكون في الظروف اللي تلائم المسلمين. يعني هذا هو الاخر، يعني تمارسوا السنه ديالكم الشعائر ديالكم بالكرامه، في الكرامه، نعم، في لادينيتي، نعم، ماشي في الذل. انا يعني اللي فهمت الواحد يعني يقدر يمارس الشعائر ديالو في الذل، وكان انتم باغي تمارسوها كمواطنين، لان هذه الدوله كتعطيكم الحق وكتعترف بالاسلام كدين، وهذا الاعتراف راه عنده يعني مبادئ اخرى، يعني ماشي في الدل وماشي في الميز العنصري، لان ما يتعاملوش معكم كما كيتعاملوا مع الديانات الاخرى. مع الاسف ليكزيكوتيف حتى لاخر لحظه حتى شافوا الامور يعني وصلت لواحد الدرجه اللي هي يعني الحمد لله كما نقول بان تضمنوا الاخوان في مالين، في مدينه مالين، وبدات الامور كتضمن حتى في انفيرس، واخر لحظه ليكزيكوتيف عاد بدا جاي يتدخل، وكان عندهم اجتماع مع المجلس البلدي ديال انفيرس، وكانوا طلبوا حتى يجتمعوا مع المجلس البلدي ديال مالين، ويعني حنا رفضنا باش نمشيو نجتمعوا تما معاهم، لان علاش حنا ما بقيناش محتاجين ليكزيكوتيف يجي في اخر لحظه، حتى خداو القرار المسلمين عاد باش يقول لك راه جينا نهضروا مع البورغمستر ديالكم باش يعطيكم حقوقكم، وراه ديجا عطاها وديجا عطاها رض. يعني كيكون قبل وصافي هذا الشيء اللي عطا الله، راه هذه السلطه وهذه الدوله ما عندك ما ليكزيكوتيف كان من المفروض هذه المسائل هذه خصو سنوات يطلب بها، ماشي غير على مدينه مالين، ولا ان كاين المدن اخرى اللي كتعاني نفس المشكل. يعني حنا طلبنا من المجلس البلدي، قلنا عطينا غير الحقوق بحال اللي دارنا في مسجد فيلفورد مثلا. فيلفورد الحمد لله عندهم الظروف يعني ما شاء الله. يلا هذا نموذج ايجابي غادي باش ما نقولوش بان الصوره كلها لا، كاين نماذج اللي مزيانه. نموذج فيلفورد هضرنا على نموذج فيلفورد مثلا، المجلس البلدي كيعطيهم لاباطوار في نهار العيد خاص للمسلمين، وكيزيدهم حتى الاعانه ماديه، كيساعدهم ماديا ومعنويا فاش يدوزوا العيد ديالهم. ومع ذلك الاخوان ديال فيرفورد جزاهم الله خير كانوا بغاو يتضمنوا معنا، يعني ولو هما يعني يعني الظروف ديالهم يعني كيدوزوها يعني مزيانه، ولكن مع الاسف الشديد يعني شفنا غادي يكونوا نحرموهم من داك من داك من داك العيد ديالهم، وهما يعني عندهم يعني الاخر العيد ديالهم كيدوزوه في ظروف يعني مزيانه، البلديه كتستجب لهم جميع المطالب ديالهم، ما عندهمش مشاكل. ولكن في بعض البلديات بحال انفيرس وبحال عندنا مالين وممكن كاين بلدي اخرين، يعني كاين واحد الكرفيس كبير. يعني الناس البلديات اللي فيهم مشاكل، هذه الجاليه المسلمه باش تاخذ هذه الفرصه وتوحد وتوقف هذا الميز، لان اليوم الا فرض عليك شي حاجه وسكتي وحنيتي الراس، غدا او العام الجاي يقدر يزيد يفرض عليك حوايج اخرين وتبقى دائم. يعني واش انت باغي السي حسن والجاليه كامله، واش باغيين نحنيو الراس ونزيدو ناخذو كما كيقولوا الدق، او لا باغيين نهزوا الراس ونمارسوا الشعائر ديالنا كمواطنين في هذه البلاد؟ لا في الحقيقه خصنا 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 ندافعوا على الحقوق ديالنا، لان هذه حقوق مشروعه بطريقه سلميه وبطريقه قانونيه، ماشي بطريقه قانونيه، لان احنا اولا ولادنا خلقونا هذه، حتى هذه بلادنا، الوطن ديالنا كنعيشوا فيه، حنا البلاد هذه ما كنبغيولهاش الضرر، ولا ما كنبغيولهاش يعني يعني نقدروا ندافعوا على هذه البلاد بحال اللي كندافعوا على بلادنا الاصليه، ندافعوا عليها حتى هي، يعني يعني نبغيو ولادنا يعيشوا في السلم وفي الهنا وداك الشيء. هذه البلاد حتى حنا كنخافوا عليها بحال اللي كيخافوا هما عليها، كيجيب لهم الله بالله، راه حتى حنا راه ما حنا كنخافوا على هذه البلاد هذه، يمكن ممكن اكثر منهم هما، لان ولادنا هنايا وعايشين هنايا في المستقبل ديالهم هنايا. ولكن خص تكون واحد الاحترام ديال الاديان والمساواه بين الاديان، بحال اللي كان عندنا مثلا في المغرب حنايا الكنيسه كتمشي لها كتلقاها واحد الاحترام ديالها، الشعائر الدينيه ديالهم كيدوزوها ما كيفرض عليهم حتى شي واحد حتى شي ضريبه، بالعكس كيزيدوا يساعدوهم، وحنا كتلقى العكس. يعني غير باش نفهموا الناس، انتم كتقولوا الى هاد الضريبه مفروضه على الجميع، اسيدي اهلا وسهلا، حنا الجاليه مسلمه، حنا مواطنين بلجيكيين بحالنا بحال الناس نخلصوا، الا انتم كتفرضوها غير علينا بدون حق حنا كنرفضوا.
انا كنهنيك السي مصباح حسن، نهني الجاليه المسلمه ديال المالين على هذه الوقفه الشجاعه كرجل واحد. بشحال بحولي كيتذبح عندكم في العام في هاد مالينا السي مصباح؟ كتقدر توصل حتى ل 2000 حولي، ولكن كاين بزاف ديال الناس مثلا ولو هو من مالين كيمشي يذبح في اماكن اخرى، لان كتعرف لان الناس كتهرب من ديك الزحام ومن ديك الاخر. لان كاين واحد النقطه نسيت نشير لها، لان كل سنه في الاماكن ديال الذبيحه والله العظيم لو كانت تمشيو تصوروا وتشوفوا المنظر اللي كيعيدوا به المسلمين تما تقول بنقص من هاد العيد هذا، لان كتلقى حتى الناس كيدابزوا بيناتهم. يعني كانت امور كتوصل حتى واحد كيجبد الجنوي عند خو عند صاحبه في نهار العيد. علاش؟ لان التور انا بالتور ديالي وانا سبقتك وانا كذا وانا هادي وهز واحد التكرفيس كبير. هذا راه ماشي عيد، هذا ماشي عيد. هذا في الحقيقه خصنا المجلس العلمي ديالنا يفتي بان خص هذه الوحده هذه تبقى وحده موحده على صعيد بلجيكا باش نجيبوا الحقوق ديالنا لولادنا والحفاد ديالنا في المستقبل. يعني ولا بالنسبه لك ماشي كل شيء، ولكن بزاف ديال الناس يعني ولات مساله ديال الذبيح ديال الحلي واللحم وصف. يعني هذيك اللي خصها تمشي مع هذا العيد، المحبه والرحمه والتاخي والتازور، يعني هذا الشيء في هذه البلاد ولا الممارسه ديال هذه الشعيره في هذه البلاد يعني فقدت من الروح ديال هذه الشعيره الدينيه. دابا يعني في نهار العيد ملي كيجي الاب ديال العائله كيجي من صلاه العيد كيجي للدار باش يجلس مع ولادو مع الحفاده ديالو مع الاهل ديالو يفرح معاهم ويرز معاهم، هو بالعكس تقلبوا على الاب فين هو ولادو ولا الحفاده ولا نسابو جاو يزوروه كيلقاو فين هو راه مكرفس في عند الباطوار ولا عند الفلاحه، ما يجي حتى السبعه ثمانيه ديال العشيه مكرفس. يعني ما هو عيد؟ لان من المفروض يكون ذاك العيد يكون يعني يكون كنعيشوا في واحد بحال اللي كيديروا هما في 25 ديسمبر 25 ديسمبر كيعيشوا واحد الجو عائلي. حتى حنا من الشيء من حقنا، لان هذا الدين ديالنا خصنا نجيبوا الحقوق ديالنا بحال الاديان اخرى. دونك هذا المطر خصكم يعني الجاليه المسلمه، لان بوحدكم في مالين راه يمكنش تحققوا هذا الشيء اللي بغيتوا، يعني انتم طالبوا السلطات انها تساعدكم باش يعني تنفذوا هذه الشعيره الدينيه ديال عيد الاضحى يعني بوسائل مناسبه واللي كتريح الجاليه المسلمه. ولكن هذا الشيء راه خص الجاليه المسلمه كامله في بلجيكا تنوض تهضر باش يستمعوا لها. وشفت شو واش يستمعوا لها ولا لا؟ مع الاسف شوفي حنا كنتمناو انا نهنيك يعني مره اخرى ونهني الناس ديال مالين. عندي زعما وانتم باقيين في كلمتكم بان ما راكم غادي تقاطعوا العيد هذه السنه. حنا مازال في الكلمه ديالنا وان شاء الله غادي يبقاو هكذا يعني حتى انا كنخاف لان كنعرف ديالنا زعما المسائل ديال الماكله ما يقدرش يسمح فيها بهذه السهوله. كاينين بعض الاخوان كيشوفوا غير الحولي واللحم ويقول لك ايوا هذه سنه معليش وغير نصبر. وشنو كتقول مثلا الناس كيقول لك غير صبر المهم الواحد يعني هذا الشيء ينالو عند الله وهذا الشيء راه خصنا نصبروا هذه راه محنه والله سبحانه وتعالى كيجربنا يعني هذا الخطاب كاين كاين ولكن انا بغيت نقول غير الاخوان اذا كانوا كيتبعوا البرنامج اللي يسمع البرنامج يعني الاخوان يشوفوا يفكروا واش ولادهم والحفاده ديالهم في المستقبل واش غادي يبقاو يصبروا لهذا الشيء اللي كنصبروا له حنا دابا. حنا نصبروا ونتكرفسوا ماشي مشكل، قول الدنيا هانيه تفرض علينا شي حاجه ماشي مشكل، اي حاجه كنقولوا لها ماشي مشكل، الدنيا هانيه. ولكن ولادنا في المستقبل اشنو غادي يوقع لهم؟ هاد 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 السنه هذه غادي تنقرض ما تبقاش، لان ولادنا ما يقدروش يتكرفسوا. يقول لك ماشي مشكل يمشي عند الجزار يجيب اللحم ويدوز العيد ديالو الدنيا هانيه. ولكن الا خليت لواحد المكان اللي هو غيكون عارفه بان عنده مكان خاص به فين غادي يذبح خاص المسلمين او اللي يكون كيذبح مثلا في الدار وكيذبح اي حاجه بالقوانين اللي كتنص عليها القانون البلجيكي غادي يكون مرتاح. بحال اللي خليت له المسجد عارفه بان غيمشي يصلي فيه وخليت له المكان فين غيذبح يوم العيد. ولكن اذا بقى في هذه الامور هذه كيذبح عند الفلاح كل مره يصيفطوك عند واحد الفلاح تكرفس تما، الاولاد ديالنا في المستقبل ما غاديش يعني دابا في هذه الساعه. انا مثلا شخصيا عندي جوج ولادي مزوجين، كل سنه الا ما مشيت شريت لهم انا العيد ومشيت ذبحت لهم جبت لهم الدار هو ما يسولوش فيه. ولكن الا خليت لهم المكان ديالو واخا الانسان مات مشى ولادو غادي يبقى عارفين يعني خليت له واحد الحاجه اللي غادي تبقى يعني مستقبلا ان شاء الله. شكرا السي مصباح حسن. كنذكر انتم رئيس ديال مسجد البراق في مالين مخلن الفلمانيه. كنهني هاد الجاليه المسلمه في مدينه مالين الفلمانيه اللي عطتنا درس في كيفاش اننا ندافعوا على التقاليد ديالنا وعلى الشعائر ديالنا الاسلاميه بكل ديمقراطيه وبكل وطنيه ولكن في اطار الوحده. وكنتاسف ان مسلمين اخرين بلاش كتا هما بحالنا في هذه البلاد يعني للاسف ما كيتوحدوش مع خوتهم اللي كيعانيوا المشاكل. وفي هذه التفرقه احنا اللي خاسرين ماشي الاخرين.
نتمنى ان الواحد ياخذ العبره كما قال السي صباح حسن، الواحد يفكر في المستقبل، يفكر في ولادو، ما يفكرش في دابا، لان دابا سهل الحال، ولكن منا على 10 سنين الى 20 عام الانعكاسات غادي تكون سلبيه وخطيره على التعاليم وعلى يعني الواقع ديال ممارسه الشعائر الدينيه في هذه البلاد. السي صباح شكرا مره اخرى، وانا اخواني اخواتي اقول لكم الى اللقاء في حلقه مقبله من برنامج تيشيني تولك. مع السلامه.